الفنان الكبير قوي العاشق للنادي الاهلي النجم صبري فواز، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك يا استاذ صبري، الف الف مبروك. مبروك ليكم، مبروك للنادي، مبروك لكل الحبايب النادي الاهلي. ومبروك ليك انتوا كمان كجماهير وفنانين. انا بشوف حتى يمكن يعني بعض من كتاباتك عن النادي، بشوف قد ايه حبك للنادي ده من زمان، مش حب كده يعني مشجع وخلاص للنادي، لا من قلبك صبري فواز، من قلبه بيشجع النادي الاهلي فعلا. عشان ده حب العمر، يعني احنا كنا طب بنتجمع اه زمان عشان نتفرج على الماتشات ونتابع ونعمل، يعني ده حب طول العمر. يعني أكيد كان لقاء تاريخي أمام نادي الزمالك، وبطولة غالية جدا جدا علينا. شفت المباراة إزاي؟ شفتها فين؟ وكانت الأجواء في لحظتين، أنا هقول لك لحظتين، لحظة يعني هدف مجدي أفشة، واللحظة طبعا لحظة هدف شيكابالا. عشتهم إزاي اللحظتين دول؟ كنت بتفرج في البيت، و الجون الاولاني لما جه بتاع السوليه، انا كنت يعني عارف فكره التوتر اكتر من الفرحه، ما اعرفش ليه توتر. علشان يعني الهدف بدري هيبقى عامل سخونه جامده للماتش يعني، فعشت متوتر جدا. وساعه ما جه جون شيكابالا طبعا يعني كان متضايق ان جه جون، يعني رغم انه جون حلو قوي يعني. طبعا. بس فضلت عندي اليقين اللي عند كل الاهلاويه طول الوقت ده، انه لا هيحصل، احنا اتربينا على كده في الاهلي انه مفيش حاجه صعبه ومهما كان هيحصل هيحصل. لحد ما حصل بقى بجون قفشه، وهو تحس انه مش جون، تحس انه قفشه. ده حقيقة، ده حقيقة يعني. جون في توقيت ولا أروع بصراحة، عظيم عظيم شكله وتوقيته وحاجة كده تفرح يعني. وتحية كبيرة جدا جدا للاثنين الفرسان اللي معاك. أيوة كده، اديهم حقهم. يعني يا جماعة أنتوا عملتوا حاجات عظيمة في الماتش ده بجد، يعني كفاية إنهم محيدين هجوم الزمالك طول الماتش. ربنا يخليك يا فنان والله، وبنشكرك على الكلام الحلو دوت، و يعني مبسوطين انك معانا يعني. ده انا فرحان جدا، ده انا مسميها التسعه اللسعه. حلوه يعني. التسعه كانت غاليه علينا لانها مرت بظروف صعبه، يعني المباراه كمان ما كانتش مباراه نهائي افريقيا عادي، احنا بنتكلم على نهائي افريقيا تاريخي بيتلعب في مصر ما بين فرقتين من مصر من مباراه واحده وامام نادي الزمالك، فكل العوامل دي خلتها مباراه تاريخيه مش هتتنسي اكيد من ذكريات اللعيبه ومن ذكريات النادي الاهلي. يعني لما يبقى لاول مره في تاريخ القاره ناديين من دوله واحده، فيحق يبقوا الاهلي والزمالك طبعا طبعا. دي حاجه تشرف، ودي تخلي يعني التسعه حلوه قوي عن بقيه البطولات الحقيقه، يعني ان هي من فم الاسد. تحية كبيرة لفريق الزمالك برضه، تحية كبيرة له. أكيد طبعا. هي من فم الأسد، دي حاجة حلوة فرحنا أكتر. اختلاف مستوى الأهلي من قبل وبعد كورونا خلى البعض يشكك في أنه ممكن النادي الأهلي يعني يفوز بالبطولة دي. كان عندك الشك ده أو يعني القلق ده؟ كنت متخوف من فكرة التوقف اللي عمرنا ما توقف، الحياة كلها وقفت يعني، كان عندك الشعور ده ولا لا كنت على يقين أنه الأهلي سيفعلها؟ هو دايما يعني معرفش، الأهلي هو اللي عودنا على الحكاية دي، أنه دايما بيدينا امل ودايما يعني ما بيقاسش، هو طول الوقت مع ربنا على كده. فبقيت طول الوقت الواحد جواه يعني امل دايما، جواه يقين انه هيحصل حاجه حلوه. يعني ما هو احنا طول عمرنا بنعمل الحاجات دي وفي اخر ثانيه وبنعمل حاجات معجزه الحقيقه يعني. فالواحد طول الوقت بيفضل عنده هذا اليقين يعني. دايما ان شاء الله للنادي الاهلي في بطولات وانتصارات، وان شاء الله تكون موجود معانا دايما في انتصاراتنا. بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا هنا في البيت الكبير يا فندم. شكرا استاذ صبري فواز.